بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. سيدتي سادة المستمعين الأفاضل، نلتقي مجددا في حصة المجلة العلمية مع موضوع علمي جديد في حلقة جديدة حول تكنولوجيا الحبوب وحول تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا. وتستضيف المجلة بهذه المناسبة الدكتور العزيز ربحي المهداوي عبد الغني، الأستاذ المحاضر بجامعة شهيد زيان عاشور بالجلفة، وتستضيف معه الطالبتين بوغالخال فاطمة الزهرة وابن الشيخ رحاب زينب، طالبتان الآن هما طالبتان متخصصتان في التغذية الفلاحية ومراقبة النوعية، وقريبا إن شاء الله بعد أيام سيصبحان مهندستان في هذا المجال، وهما متحصلتان على ليسانس في التكنولوجيا الفلاحية ومراقبة النوعية وضمان الجودة، وماستر في التغذية الفلاحية ومراقبة النوعية. أهلا وسهلا بطالبتين، نبدأ بالترحيب بكم. شكرا على الاستضافة. الأستاذ ربحي عبد الغني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك مرة أخرى إن شاء الله. للتعريف بالدكتور ربحي عبد الغني، هو في الأصل مهندس في تكنولوجيا التغذية، تخصص تكنولوجيا تحولات الحبوب، ومتحصل على ماجستير في التسيير والمحافظة على البيئة، ودكتوراه العلوم في الهندسة البيئية في اختصاص البيوتكنولوجيا البيئية. عمل سابقا باحثا في محافظة الطاقة الذرية التابعة للمحافظة السامية للبحث العلمي في الجزائر، وهو متخصص في معالجة المياه الصناعية، ومتحصل على شهادات دولية في مراقبة النوعية وضمان الجودة، وكذلك اعتماد المخابر المتخصصة في ميدانه. يعمل حاليا أستاذا محاضرا بكلية العلوم علوم الطبيعة والحياة، ويرأس قسم العلوم الفلاحية والبيطرة. له عدة مقالات علمية منشورة في عدة دوريات متخصصة، ويشرف على عدة مواضيع بحث ومذكرات للتخرج، وعضو في عدة لجان وطنية ومحلية لتطوير وتحسين المنتوج الفلاحي والحبوب، يعني لجان محلية على مستوى الجلفة ولجان وطنية. أستاذ ربحي عبد الغني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك شيخ، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. تتشرف المجلة العلمية باستضافتك أنت وطلبتك إن شاء الله. تعتبر الحبوب من أهم المواد الغذائية في العالم، إذ تشكل منتجاتها جزءا كبيرا من الوجبات اليومية، ومن خلالها يتم تأمين جزء كبير من العناصر الغذائية اليومية الضرورية لجسم الإنسان، كما أنها تدخل في العديد من الصناعات التحويلية المهمة. ومن أسباب اعتماد الإنسان على الحبوب طبعا هو تأقلم أنواعها وكل أصنافها مع الظروف البيئية المختلفة على السطح الكرة الأرضية، وإنتاجيتها المرتفعة مقارنة مع بقية الخضر، وسهولة تخزينها ونقلها وتداولها ولقيمتها الغذائية. في بلادنا تسرع الجزائر من خطواتها لتأمين غذائها وتحصين مخزونها بالتزامن مع أزمات الغذاء العالمية التي تأتي أحيانا مع الكوارث الطبيعية، ومع شح السلع كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، وكذلك مع وضعت السلطات الجزائرية استراتيجية جديدة لتأمين وحماية أمنها الغذائي القومي، وكان آخرها تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار لتعزيز مخزون البلاد من الحبوب. كما كشفت وزارة الفلاحة عن ارتفاع إنتاج الجزائر من الحبوب خلال السنة الماضية بنسبة 100%، وكذلك حجم الاستيراد لهذا العام لم يتجاوز 6 ملايين طن. كذلك من مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء السماح باستيراد المعدات الفلاحية بجميع أنواعها وقطع غيارها، بما فيها استيراد الجرارات التي توقفت في سنة 2019 للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية. السيد رئيس الجمهورية أيضا أمر بإخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي القديم الكلاسيكي إلى الطابع العلمي، وتكلم عن الفلاحة الذكية أو الفلاحة الإلكترونية،
ووفق نظرة عصرية تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري الذي سنتكلم عليه اليوم، مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية وتسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير بهذا النوع من الحبوب. أستاذ عبد الغني ربحي عبد الغني، ما هو موقع ولاية الجلفة وجامعة الجلفة من هذه البرامج الحكومة الجزائرية والوزارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ كلمتي بالتعريف بكليتنا للسماح للطلبة بمعرفة مختلف التخصصات المتواجدة بكليتنا، والسماح لهم بالاختيار الجيد قبل فوات الأوان طبعا، لأنه كان فترة موجزة للطالب تكون له بها شيء خير الاختصاص اللي راه رايح يكمل فيه الدراسة. إذن نرجع شوية إلى الوراء. كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور بجلفاء لديها في البداية عندنا ميدان علوم الطبيعة والحياة، هذا الطالب لما يتحصل على البكالوريا يتسجل عندنا في سنة أولى في ميدان علوم الطبيعة والحياة، بعد ذلك في السنة الثانية يكون عنده الاختيار أنه يختار إحدى الشعب المتوفرة من بين الخمسة المتواجدة حاليا، اللي هما العلوم الفلاحية، العلوم الغذائية، الإيكولوجيا والبيئة، العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا. ما لما ينتقل الطالب إلى السنة الثالثة اللي تكون هي المرحلة الأخيرة للحصول على الليسانس، كل شعبة عندها ثلاثة أو أربع اختصاصات. بما أنه الموضوع تاعنا اليوم عن الصناعات الغذائية والأمن الغذائي بصفة عامة، إذن شعبة العلوم الغذائية عدنا حاليا اختصاص واحد في السنة الثالثة اللي هو تكنولوجيا التغذية ومراقبة النوعية، تكنولوجي أليمونتير اي كونترول دو كاليتي. لما ينهي الطالب مرحلة الليسانس وينتقل إلى مرحلة الماستر عدنا تخصصين، يعني الطالب هنا يعود عدو لشوى يقدر يدير ACQ اللي هي أغرو أليمونتير اي كونترول دو كاليتي، وعدنا ينطر سبيساليتي اللي هي QPSA اللي هي كاليتي دي برودوي اي سيكوريتي أليمونتير. هذا التخصص الأخير يجذب خاصة وش لاحظنا أنه البياطرة الأطباء البياطرة يجوا يتكونوا في هذا الاختصاص. هذه في الحق صورة عامة على وش عندنا اختصاصات. مؤخرا في إطار لريزو تيماتيك الشبكات الموضوعاتية اللي تشمل أربع جامعات اللي هي جامعات أقطاب اقترحتها الوزارة الجلفة كان عندها نصيب فيها، اللي هي جامعات هذو اللي تكتلت، اللي هي جامعة المدية، جامعة الجلفة، جامعة الأغواط وجامعة غرداية. أربع جامعات. كاين عدة تخصصات لكل جامعة شغل على شابوتي هذا، يعني تضمن تخصص جهوي، تضمن تخصص هذا الجهوي ويكون إلي بري أون شارج بار لي ديفيرونت إتابليسمون الأخرين، معناها مام الطلبة يقدروا يتنقلوا إذا كان مثلا مخبر معناها متواجدة فيه الوسائل اللي تسمح للطالب به يكون عنده تكوين جيد في هذيك المرة، يروح طالب يمكث هنا أسبوعين افيك اون بريز اون شارج توتال بيان سور، يقوم بالتكوين تاعو تكملة للتكوين. وإذا كان أساتذة في متخصصين في هذا الميدان ولا في الموديول اللي نحتاجوهم يتنقلوا، معناها الوزارة سمحت في هذا المشروع به يسموها لا موبيليتي سيونتيفيك. نعم، هذه الأقطاب التي هي أولويات الحكومة، يعني أولويات مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، بارك الله فيك، الأمن الغذائي. ماذا كان حظ الجلفة من هذه التخصصات؟ يعني حظ الجلفة أنه اقترحنا أنه كاين اختصاص اللي هو تكنولوجيا الحبوب. كان عندنا شوية نقاش مع الإخوة الزملاء المختصين، النقاش في التسمية،
اقترحنا في البداية نقولوا تكنولوجيا دي ترانسفورماسيون دي سيريال، تكنولوجيا تحولات الحبوب. ومن بعد قال لك لا باه نخلوها مفتوحة، قلنا تكنولوجيا الحبوب. إذا بعثنا الكانفا وراها بربي إن شاء الله فيه اللي مات يجاوبونا باه الانطلاقة تكون إن شاء الله في بداية السنة الجامعية الجامعية القادمة في سبتمبر إن شاء الله. دونك سميناها تكنولوجيا دي سيريال. التكنولوجيا دي سيريال هذه نسمحوا فقط للطلبة اللي راهم زاولوا دراسة تاعهم في السنة الثانية علوم غذائية وكملوا عندنا ليسونس في الاختصاصين، ونقدروا نسمحوا ثاني عندنا نسبة معينة 20% نسمحوا تسجيل خارجي من جامعات أخرى، خارجي من جامعات أخرى. نعم صح. محتوى هذا التخصص ما هل عندك لمحة في الحق المحتوى؟ هو بصفة عامة راح يتخصص في، بما انه دوك تحولات الحبوب، دوك راني كي نحكوا على تحولات الحبوب رانا كشغل نلمحوا للقمح اللين والقمح الصلب وكل منتجات القمح، كل ما مشتقاته. دونك عندنا لو بلي طوندر اي لو بلي دور، دونك لي ترانسفورماسيون تاعهم يمدونا دي فارين اي دي سمول. صح، توت لا تكنولوجي اللي راها يسموها لا تكنولوجي دو ترانسفورماسيون، لا بروميير ترانسفورماسيون، هذه راها متواجده عبر الوطن. نعم. اذا فيما يخص لي ستاج تاع لي ستوديون ولا التكوين ولا باه يروح يدير لو تيبي تاعو ولا كلكوز اناليز، دونك عندنا مثلا ليكس سون باك كانوا يسموها ايرياد، هذه مؤسسه عموميه معروفه متواجده عندنا في الجلفة، وعندنا كذلك مؤسسات اخرى خاصه اللي راها متواجده عبر القطر الوطني وعندها حظها، ولايه الجلفة ثاني عندها حظها، ولا راه في الحقيقه الطلبه تاعنا راهم يروحوا عندهم ويديروا دي ستاج ويتعلموا ويشوفوا لا التكنولوجيا اللي تما. دونك حنا حبينا هذه التكنولوجيا انتاج مشتقات الحبوب. انتاج مشتقات حبيت اسالك سؤال قبل هذا، قبل الوصول الى انتاج الحبوب، يعني هناك مشكل اخر اللي هو فكرت فيه قطاع الفلاحه، نعرفوا بلي يساهم بنسبه 12.4% من الإجمالي الناتج المحلي بقيمة 25 مليار دولار سنويا، هذه على المستوى الوطني الناتج الفلاحي بصفة عامة بما فيها الحبوب، ويوفر توفر الفلاحة بصفة عامة 2.6 مليون منصب عمل، هذه أرقام قدمتها وزارة الفلاحة الجزائرية. هناك دعم آخر، دعم أسعار الأسمدة، يعني نبدأ من إنتاج الحبوب من الأسمدة. قامت الحكومة مؤخرا بدعمها بنسبة 50% لتخفيف الأعباء على المزارعين نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا، يعني مع الأزمة، أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. في نفس السياق الحكومة استحدثت بنك للجينات، هذا الجينات استحدثت هذا البنك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي خصوصا في الحبوب، الجينات الحبوب. أولوية البنك كشف عنها السيد رئيس الوزراء مؤخرا إطلاق مشاريع لتصنيع وتنصيب يعني صوامع خاصة بتخزين الحبوب وتخزين البذور، بذور الحبوب، هذه تدخل أيضا في تكوين الطلبة. طبعا طبعا تدخل في تكوين الطلبة، ورانا قلنا بأنه راه ديجا عندنا اختصاصات اللي تخص هذا المجال، وحنا رانا في كل مرة كل ما يكون مستجدات تاع احتياجات المنطقة أو الوطن عامة رايحين بالطبع رايحين نواصلوا، وكما يقول لك اونشان مع الاستراتيجي ناسيونال، استراتيجية الحكومة يعني على الوزارة اختصاصات اللي تمشي في هذا المجال وتسمح بالطلبة للطلبة باه يتكونوا في هذه المجالات. إلا سمحت لي يا شيخ أنا نعطيك بعض التخصصات أخرى اللي عندها علاقة بالأمن الغذائي، علاقة أو ثاني باه نعودوا بالمنفعة للطلبة اللي راهم في الاستماع لنا، التخصصات اللي راها استفادت منهم جامعة ولا كلية علوم الطبيعة والحياة هذه السنة. عندنا مثلا عندنا عطاونا ليسونس بروفيسيونيل اون جيستيون دو باتريمون ايكوكولتورال اي كونسيرفاسيون، اللي يقولوا لها تسيير التراث الايكولوجي الثقافي. نعم. هذه سي اون ليسونس بروفيسيونيل جديده تابعه لا فيليير ايكولوجي انفيرون، هذه دوك نرجع نهضر عليها. نعم. بعد ما نقدم واش عندنا اختصاص هذا موجود، يعني موجود على المستوى الكلي، هذه على المستوى الوطني اللي راني هضرت عليها. نعم. هذه على المستوى الوطني الوحيده. نعم. اذا جامعة الجلفة عندها هذا الاختصاص الوحيد وطنيا، ودوك نعطيك عليه لأنه. نعم. مهم جدا، مهم جدا. وبعض الطلبة اللي قدرنا نحكوا لهم على الأهمية تاع هذا الاختصاص راهم متشوقين، والطلبات ياسر كثرت. نعم. علينا لدرجة أننا ما قدرناش نرضوا الجميع.
عندنا اختصاص اخر اللي كان عندنا جوست لا ليسونس تاعو اللي هي فورستوري او علم الغابات، راها جامعه جلفة الحمد لله هذا العام الوزاره اعطتنا التكوين في الماستر اللي يسموها العلوم الغابيه سيونس فورستيال. تحصلنا كذلك على سيونس فورستيال العلوم الغابيه تحصلنا كذلك على ماستر برودكسيون انيمال الانتاج الحيواني. هذه في السابق كان عندنا جوست لا ليسونس، دونك راه عندنا الماستر، دونك اللي يقدروا يواصلوا التكوين حتى وكان عندهم دي باسرال يعني يقدروا يروحوا دوطر سبيسياليتي يغيروا عندهم بوسيبيليتي باش يبقاو في التخصص تاعهم. نرجع للتخصص هذا الجديد اللي راني قلت لك الوحيد على المستوى الوطني في الحقيقه في الحقيقه اقترحوا عندنا استاذ فاضل استاذ قديم عندنا أبيدو مسيو أبوب ومدام مدوني يمينة في الحق بارك الله فيهم على المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها يبذلوا في مجهودات كبيرة، يعني قاموا بإنجاز عرض التكوين وهذا الاختصاص الدليل هاو النتيجة هاي النتيجة هذا الاختصاص. هذا الاختصاص في الحقيقة عنده دي بارتنير عنده شريك ولا شريك دولي عنده شركاء دوليين استاذ نتكلم عن التعاون الدولي في نقطة أخرى نخلوها من بعد نخلوها في نقطة أخرى في الحديث على اتفاقيات دولية هذه خلوها من السيد الوزير قبل أمس في 5 جوان اجتمع مع مقر الوزارة بالسادة والسيدات أعضاء اللجنة التفكير لوضع مخطط تطوير إنتاج الحبوب. هذه تم تنصيب هذه اللجنة وهي مشكلة من أساتذة باحثين ومختصين من مختلف القطاعات الوزارية يعني. وكانت الفرصة للسيد الوزير الاستماع للتقرير والتوصيات والاقتراحات المرحلية التي خلصت إليها اللجنة للرفع وتحسين إنتاج الحبوب بمختلف المناطق الوطن. هذه اللجنة وطنية وتنبثق عنها لجان محلية على مستوى الجامعات وعلى مستوى الولايات، يعني هنا إشراك الشريك الاقتصادي والشريك الاجتماعي والسلطات حتى السلطات المحلية اللي هي رؤساء البلديات والولايات أيضا في يعني تنفيذ هذا المخطط، مخطط وطني للحكومة واللي تبنته وزارة التعليم العالي. وقبل يومين يوم الأحد التقى السيد الوزير مع 7 مدراء جامعات في جامعة السمسيت لي يعني إنجاز قطب للحبوب للتكوين في الحبوب، يعني التكوين العالي للحبوب، وأمضى رؤساء الجامعات هذه الاتفاقية فيما بينهم بحضور السيد الوزير. هذه كحديث على الشبكات الموضوعاتية اللي تكلمت عنها. نعود إلى سؤال التعاون الدولي، هذه التخصصات التي يستفيد منها طلبة بالشراكة مع متعاونين دوليين، هل ممكن تكلمني على من هم شركاء هذو المتخصصين ومحتوى هذا التخصص؟ هذا التخصص تابع لافيليير ايكولوجي اي انفيرون للتذكير، هو في الحق ستون ليسونس بروفيسيونيل اسمها جيستيون دو باتريمون ايكو كولتورال اي كونسيرفاسيون. هذا قلت لك عنده شريك دولي اللي هو البنود لو بروغرام تابع الامم المتحده بروغرام دي ناسيونز يوني اي ديفلوبمون. كي نقول لك عندنا ان بارتنير انترناسيونال سي كو معناها لو فينانسمون اللي تاسوري بار لي ديفيرون بارتنير اللي راهم مشاركين في اطلاق هذا التخصص. طبعا البارتنير كاين بارتنير ناسيونال وكاين بارتنير انترناسيونال. بارتنير ناسيونال اللي هو الانيسياتور اللي لونس الفكره واللي فتح المجال به تفتح هذا الاختصاص هي وزاره الثقافه مينيستير لا كولتور اي ديزار في اطار التعاون ما بين القطاعات في اطار التعاون مع وزاره البيئه مينيستير دو لونفيرونمون ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي نرجع لك البارتنير انترناسيونال اللي قلت لك هو البنود واليونسكو، وعندنا ان اوتر بارتنير اللي هو اون اورغانيزا دوتر اورغانيزاسيون كاين دو تروا اورغانيزاسيون اللي قالوا بلي رانا البنود هو البرنامج الدولي للتنميه نرجع دوكا باه نوضح هذا التخصص. لما طالب يكمل السنه الجامعيه تاعو ليسونس ويتحصل على ليسونس في هذا التخصص مباشره راح يتوظف، يعني المنصب تاعو راه واجد. حاليا قالوا لنا راه كاين 365 منصب شاغر لهذا التخصص. نعم صح. احنا في الحقيقه دوكا لا كاباسيتي دو
كيفاه استقطاء، كيفاه الاستيعاب، استيعاب قدرة الاستيعاب. الطلبة ما نقدروش نفوتوا 30، إذا كل سنة عندنا 30 طالب. نعم حاليا دوك اللي راهم دوزيام اني ايكولوجي انفيرونمون رايحين يطلبوا، رايحين يطلبوا التسجيل في هذا التخصص. إذا كان لحبوا 30 طالب خلاص هما عندهم بريوريتي يدوها 100%. نعم دونك ندوهم مباشرة. إذا كان داو مثلا 20 واحد أو 25 واحد لي بوست لي يقعدوا رايحين نوزعوهم هذا السنة بركة، نوزعوهم على الشعب الأخرى، التخصصات الأخرى اللي هم اللي راهم أون دوزيام أني. نعم اللي راني قلت عليهم سيونس أغرونوميك، سيونس أليمونتير، بيوتكنولوجي، سيونس بيولوجيك. الأستاذ مادام هو تكوين مهني وفيه اتفاقيات دولية واتفاقيات وطنية، يعني هناك تربصات كثيرة في طبعا طبعا هذا يخص كل التراث على المستوى الوطني، ومن بعد راه يرتقي إلى المستوى الدولي. نعم إذا هذا لي بوست اللي راهم فريمون فاكون اللي راهم مخصوصين يعني لو بيزوان تاع هذا الميدان، اون ا بيزوان دو ريسورس هيومان في هذا المجال، رانا نديرو في التكوين. وقلت لك بلا كاين لو شيفر راني افونسيتو ديجا سي 365 بوست بور المومون. دونك هذي كاحتياج احتياج في المختبرات وفي ضمان جودة. هي في الحقيقة متاحف و كيف يقولوا لك تاع الاهاكار وتاع التاسيلي وتاع جميله وتاع وين كاين الاثار راه كاين نعم في دول اخرى راهم يديروا عليها حتى مشاريع الدكتوراه. كانت عندي فرصه اني تلاقيت مع طلبه الدكتوراه في 2006 تاع التكوين تاعنا ذاك. كانت طالبه من سويسرا كانت في مصر ذاك الوقت جايه تدير في اون تيز دو دكتوراه على اون دياس. ياس اللي يقولوا حجرة دايرينها إله جاية دير عليها يعني في علم الآثار الفرعونية. يعني اكزاكتومون الآثار الفرعونية. احنا دونك احنا لا جيستيون دي رانا دخلناها في التسيير التراث، ودخلناها في الإيكولوجي نعم. الثقافي وهي من مهام الكلية طبعا يعني. وراحين نكونوا السباقين في هذا المجال دونك وعدنا الحمد لله عدنا لونكادرومون نيسيسير بور لو لونسمون دو سيت سبيسياليتي. نعم أستاذ تكلمنا كثيرا على الجامعة وعلى التخصصات الموجودة، وعلى نعود إلى المشاريع الميدانية اللي هي مشاريع مذكرات التخرج لطلبة وحتى أطروحات الدكتوراه على مستوى الكلية في هذا الميدان، ميدان الحبوب، ميدان يعني تكنولوجيا الغذاء بصفة عامة، يعني تكنولوجيا الغذاء بصفة عامة، وحتى فرص إنشاء مؤسسات ناشئة وفرص التوظيف في المؤسسات الوطنية. رحب ثانية بالطالبتين مخلخال فاطمة الزهراء وابن الشيخ رحاب زينب، الآن هم على أبواب تخرج للحصول على شهادة ماستر في تغذية الفلاحية ومراقبة النوعية قريبا بعد أيام إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. هل ممكن تعطونا يعني نبذة على مشروعكم، هذا مشروع تخرج هذا إن شاء الله اللي راكم أنجزتوه وراكم وصلتوا تقريبا 90% من إنجازه؟ تفضلي طالبة. معلش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على الاستضافة دكتور سعدي على هذه الحصة، يعني الاستفادة والإفادة. أهلا وسهلا. موضوعنا يعني يتمحور حول l'évaluation de la qualité de la farine, des blés tendres, vérification et comparaison des méthodes d'analyse et leurs résultats. يعني تقييم الجودة للفارين والمقارنة بين التحاليل ومختلف نتائجها. قمنا بزيارة مختلف المطاحن العامة والخاصة حيث أن التحاليل تطبق على المنتوج النهائي بهدف معرفة مدى تطابق هذه النتائج مع معايير الجودة الموجودة في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية يعني الجزائرية والمعايير الأوروبية، معايير دولية. نعم قمنا بزيارة المخبر المتواجد في مطاحن الجلفة سامباك أغروديف ومخبر قمع الغش ومينيتري أوسي بريفي. اخترنا هذا الموضوع لندرة التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية سورتو في المطاحن الخاصة. يعني قليلة جدا. ومتابعة سلسلة إنتاجية لتحولات الحبوب القمح ومشتقاته. هذا ما ركزنا عليه. يعني هذه باختصار التحاليل اللي قمتم بها في المخابر ولا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للاستضافة سيو سعدي. أهلا وسهلا. في زيارتنا المطاحن الجرفة سامباك لقينا بلي أغلب التحاليل الفيزيوكيميائية يديروا فيها سامباك، وأما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجيك يبعثوا فيهم خارج الولاية.
خارج الولايات، مخابر وطنية شهريا يبعثون لهم العينات، وشهريا مخابر خاصة. نعم نعم. من أهم التحاليل تو دو صندوق تو دو ميديتي تو دو غلوتين وغيرها من التحاليل. أهم تكنيك داناليز اللي هي نسبة الرطوبة، نعرفوا بها نسبة الرطوبة تاع البرودوي شيني ولا فارين موجه للاستهلاك البشري مباشرة. نعم. كل ما تزيد نسبة الرطوبة يأثر على تلف البرودوي شيني. نعم. يضر الكونسوماتور، زعما ما لازمش تتباع الفارينة حتى يعود الهيوميديتي نتاعها يكون ديجا فيغيفي هذاك لو تو، يعني مراقبة ظروف التخزين هذه اللي تكلمت عليها الحكومة يعني. ايه، وفي لاس نونس تاعنا ان شاء الله في نهاية هذا الشهر ولا بداية الشهر الجاي ان شاء الله راح نعرضوا نتائج التحاليل اللي قمتم بها. وكامل التحاليل درنا ياسر لي زاناليزون اللي ما ذكرتهمش كامل. اي درتم تحاليل على مستوى مخابر الجامعه وعلى مستوى المخابر الصناعيه تاع سون باك. درنا في مينوت كيما قالت زهرة، درنا في مينوت بريفي وكاك وسون باك. هذه كل التحاليل اللي درتوها. نعم استاذ المشرف على هذا الموضوع المهم، ما اهميه الموضوع هذا؟ هي في الحقيقه دوكا سي جوست بور انشيني مع ميز ايتيديونت اللي نشكرهم بالمناسبه، الله يبارك على العمل الجبار اللي راهم قاموا به. نعم في الحقيقه راني جون كادر يعني دوتر بينوم ولا دوتر سوجي، ولكن هذا السوجي الدقيقه صعبه في التكنولوجيا لافارين. نعم، ولكن هذا السوجي بالذات كي خبرتني انت بموضوع الحصه لقيته بلا انه يتلائم مع موضوع الحصه فيما يخص وشرحوا الطالبتين. عندي اضافه برك حبيت نضيفها. اي تفضل. الاشكاليه تاع الموضوع كيف حتى اخترنا الموضوع هذا، راه بالك كاين شويه غموض برك. احنا اخترنا الموضوع اللي ندره التحاليل اللي لازم وتكون ضروريه في الانتاج ولا في التحول تاع من القمح للفن. لازم في كل مرحله اشاك ايتاب دو ترانسفورماسيون تاع هذاك لو بلي ولا تاع لا ماتيير بروميير، اشاك ايتاب لازم الاناليز كما قالت الطالبه دو لوميديتي. هذه راها ان بارامتر تري امبورطون باش يقدر لو موني اللي راه يتبع في هذه العمليه يقدر يعرف وراه لو مومون ايديال بور باسي ا اون نوفيل ايتاب ولا ا ليتاب سويفونت. دونك حنا بما انه لانه سبقنا اننا درنا زيارات للطلبه دي سورتي سيانتيفيك وكانت في عين سارة في وسارة، ومن بعد لما تناقشنا ذاك الوقت انا كي طاحت لي الفرصه تناقشت مع المسؤولين تاع المسؤولين حكى لي قال لي ودي في الحق رانا محتاجين اللي يعاوننا ونديروا اون ايتود دو رياليزاسيون دان لابوراتوار دو كونترول دو كاليتي ولا دوتو كونترول دو كاليتي عندهم دون ليتابليسمون. قال لي ورالي لي فاكتور ولا ورالي كيف راهم يديروا لي زاناليز، راهم يروحوا يبعثوهم ايور مثلا تاع السر هذاك الوقت. قال لي رانا نبعثوهم برج بوريش ومن بعد ورالي كالكو فاكتور ساكو ترو شير. دونك هو كي يشوفها غاليه بالطبع يبدا بشوي ينقص حتى يولي لوميديتي يديرها مره في الشهر، الوغ كو لوميديتي نورمالمون سي انستونطاني ا تو مومون. وانت تمشي للعمليه لازم راك تتبع في لوميديتي قبل مينوتري بريفي. اكزاكتومون سي سورتو لي مينوتري بريفي باسكو البوبليك كيما سون باك الله يبارك عندهم لابوراتوار تري ريشون انسترومون اللي يقدروا ما نعرف دوكا راه يمشي ولا مش يمشي، ولكن عندهم بوكو دو مويان اللي يقدروا الله يبارك. دونك بوكو دو مويان بور اسوري لو كونترول دو كاليتي انستونطاني. يعني كل مؤسسه لازمها مخبرها الخاص ولا ما. طبعا كاين بعض لي بارامتر كيما قلت لك، بعض لي بارامتر لازم يندارو يعني في الوقت المحدد وحنا في وقت يعني بالضبط، لانه من خلال هذيك النتيجه يعرف كيفاه يواصل العمليه تاع الانتاج. اي نعم، وهذا الهدف يعني من تكوين الكفاءات الجزائريه، يعني التركيز على الجانب البشري الموارد البشريه في التخصص. نعود إلى اختيار الحبوب، اختيار القمح من بين الحبوب الأخرى. لماذا اختيار القمح من أجل هذا سؤال وجيه في الحقيقة. هو سؤال عام ماهوش موجه للطالبات، ولكن هو سؤال عام. لماذا الأسباب التي تميز القمح عن الحبوب الأخرى؟ خاطر هو أكثر برودوي مستهلك. هو الأكثر استهلاكا في العالم. مش في الجزائر كامل. نعم. هو الأكثر استهلاكا في العالم، وأيضا هو إمكانية زراعته في كل أنواع التربة وحتى الظروف المناخية.
أيضا كاين سهولة تخزينه، يعني نسبة الرطوبة دائما أقل من 14%، هذه أرقام صحيحة. هي 14% دائما تقدر تزيد تقدر تنقص مقارنة مع الحبوب الأخرى اللي هي الأرز والحبوب الأخرى المعروفة. وكذلك كاين سبب آخر طبي اللي هو القيمة الغذائية المرتفعة للقمح مقارنة مع الأرز مع الحبوب الأخرى، ونسبة الاستخراج عند طحن القمح نقدروا نستخرجوا كمية كبيرة من الحاجة اللي يستهلك الإنسان، يعني الحاجة اللي لحوها قليلة. ونأي نستفادوا من كلش، نستفادوا من نستعملوا لسون تاعو، نستعملوا لامون تاع القمح، كلش يستعملوا سواء للاستهلاك البشري سواء للاستهلاك الحيواني. استهلاك حيواني. وكاين أيضا في أوروبا وصلوا حتى استعملوه لإنتاج الطاقة، الطاقة كطاقة متجددة، لابيو إيتانول هذا كذلك إنتاج نخالة. وكذلك القمح حتى قبل نضجه، يعني ما نسميه الفريك، الفريك أيضا من منتجات القمح أيضا، يعني وهو أخضر، ويقال أن نسبة البروتين في الفريك أكثر من القمح الصلب. قبل ما هذه سؤال ليكم انتوما كمحللين، لازم لها دراسه، وراك عطيتنا الفكره اننا نلونسوها وتعود بوركوا با ان بروجي دو فان ديتود، ونروحوا نشوفوا وكي نلقاو لي ريزولطا نديروا لي زاناليز نخبروك ان شاء الله في حصص قادمه ان شاء الله، ونعطوك النتائج على واش تحصل. يعني انا يهمني الفريق قبل الفرين، يعني قبل الفرين. سمعتكم إضافات الطالبات على موضوعكم، يعني وين وصلتوا النتي؟ وصلتوا للسطنوس؟ درنا كملنا قال لي زعما التحاليل اللي درتوها قال لي الامكانيه اللي موجوده. دوكا راهم في ليطاب تاع لانتربريتاسيون دي ريزولطا، هما راهم دوكا جملوا كامل لي ريزولطا تاعهم وقعدوا وراهم يبريبارو سكون ابل لا بريزونطاسيون باوربوينت تاعهم بان لا سطنوس، كيفاه يديفوندو لو طرافاي تاعهم. صح، دونك لازم لهم اون انتربريتاسيون دي ريزولطا. ثم راهم سما الانتربريتاسيون دي ريزولطا خلاص، راه لا فيناليزاسيون دو طرافاي تاعهم فوالا. دونك ان شاء الله بربي راهم في هذا ليطاب. نعم استاذ، هل يمكن تكلمنا على مواضيع تخرج اخرى بحثيه في هذا المجال، في مجال الحبوب، يعني غير التحاليل اللي يقوم بها طالبتين؟ راه عندي في الحقيقه نوتر بينوم يخدم على مياه الشارف، حمام الشارف، راهم ويكومبارو فيهم بارابور يعني في معالج المياه؟ لا لا، مش معالج المياه، مياه حمام الشارف نديروا له ان كاركتيريزاسيون فيزيكو كيميك اي ميكروبيولوجيك، ومن بعد هذوك لي ريزولطا اون لي كومبار مع واش راهم يافيشو ثم في الحمام، باسكو في لونطري تاع الحمام يحط لك كلكو ريزولطا دانيز، حنا اون كومبار لي ريزولطا سكون ا اوبتوني مع واش راه كاين، ومن بعد اون كومبار مع دوتر ستاسيون تيرمال لي عبر الوطن، خاطر راهم كاين بعض المواضيع نلقاوهم سور انترنت. اون كومبار قال الحمام الشرف تاعنا هاو المياه تاعو، ها المياه تاعو لا كومبوزيسيون تاعهم، ونحطوها ان شاء الله نهار اللي نكملوا تتحط في لابلاتفورم تاع الوزاره، يقدروا يطلعوا عليها طلبه اخرين من جامعات اخرى مختلفه، ويعودوا على بالهم كاسكيا في حمام الشرف ان شاء الله. استاذ شكرا على تلبية الدعوة، وشكرا على الشرح المستفيض لهذه التخصصات الموجودة على مستوى جامعة الجلفة، وعلى شرح هذه المواضيع التخرج للطالبتين وللطلبة الآخرين. هناك يعني نذكر أنه في الإنتاج الغذائي العالمي بصفة عامة، يعني مش غير الحبوب وحدها، عدد السكان في تزايد ولا يتناسب مع الإنتاج الغذائي خاصة في الدول النامية. هذا سؤال يعني خارج على الموضوع، وهذا ما أدى إلى حدوث عدة مجاعات شديدة في الوطن. الوطن العربي، نعطيك أرقام، في الوطن العربي ينتج 1.5% من مجموع المنتاج العالمي للحبوب، ينتج 1.5، في حين أن نسبة السكان الوطن العربي 3.7 على المستوى مقارنة المعلم. يشوف التفاوت ما بين الإنتاج وبين الاستهلاك، يعني هذا يدعونا إلى القول أن الدول العربية ومنها الجزائر هي الآن تستورد، وبرامجها الآن كما برنامج حكومتنا هو يعني الخروج من الاستهلاك إلى الإنتاج وإلى التصدير، وقبلها الاكتفاء الذاتي. يعني هذا هو الهدف من البرنامج الاستعجالي الآن اللي تقوم به الحكومة، عن طريق إنشاء أقطاب فلاحية غذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الخارج وندرتها، وحماية الأمن الغذائي للبلاد خاصة أثناء الكوارث والحروب الكبرى العالمية. هذا هو الهدف. شكرا ثانيا على الاستضافة.
على قبولكم دعوتنا لهذه الحصة، حصة المجلة العلمية. أستاذ ربحي عبد الغني، كش ما عندك كلمة أخيرة تقولها؟ في الحقيقة عندي كلمة أخيرة من هذا المنبر. أشكر كل الطاقم البيداغوجي لكليتنا وعلى رأسهم العميد والنواب تاعو، عميد سي جمال، الدكتور جمال قندوس، ولا أنسى مدير جامعتنا اللي في الحقيقة ما بخلوش علينا، ما بخلوش علينا بتوفير كل الوسائل البشر اللي مويا ماتريال لي كان دائما يساهم ويرافق فتح التخصصات الجديده هذه وبذلوا مجهودات كبيره في انجاح هذا الامر. وكما ذكرت الاساتذه تاع اللي عندنا في كليتنا تو لونكادرمون، اشكرهم من هذا المنبر، واشكرك انت، واشكر محطه الجرفه لاستضافتنا الاذاعه الوطنيه. تفضلوا، كاش كلمه اخيره تقولوها الاذاعه او تقولوها المجله العلميه؟ نشكر أستاذنا تفضل علينا وقلنا أحضر معي هالحصة. مرحبا بكم، نشكرك استضافتنا، نشكرك ويعطيك الصحة. جو رميرسي اونكور اون فوا. نشكر ثاني الطاقم تاع لابوغاتوار لانهم راحوا بينا، ما بخلوناش فيه وخرجتوا النتائج يعني كل اللوازم اللي نحتاجوها. نعم. شكرا مسيو ربحي، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا. للتذكير أستاذ ربحي عبد الغني هو متخصص في تكنولوجيا التغذية وتحويلات الحبوب، وحاصل على دكتوراه العلوم في الهندسة البيئية اختصاص البيوتكنولوجيا البيئية، ويعمل الآن رئيس قسم العلوم الفلاحية والبيطرة بكلية العلوم علوم الطبيعة والحياة. سيداتي سادتي المستمعين الأفاضل، شكرا على حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في حصة قادمة من المجلة العلمية، والسلام عليكم.